السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من لاب فيو انترفيس فور أردوينو توتوريال. إن شاء الله النهاردة هنستكمل الفيديو السابق، وهو هنتكلم على الديجيتال أوتبوت. معانا اتنين بروجكت على نفس الهاردوير. هاردوير عندنا هنا الأردوينو أونو أو ميجا، متوصل تلاتة ليدز على تلات بنات. اتفقنا إن كل ليد لازم يتوصل مع مقاومة 330. هنا الليد الريد بتتوصل على البن 10 و11 دي اليلو، وجايب ليد زرقاء موصلة على 12. ممكن الليدات دي تبقى مواتير عادي خالص او اي كومبوننت الكتروني او كهربي. طبعا الفكرة كلها ان احنا بنعمل كنترول من لابيو. معنا اول بروجكت ان انا عندي ثلاث سويتشات على لابيو. السويتش الاول لما اضغط عليه هينور لي ليد او انديكيتور على لابيو، كمان هينور الليد اللي خاصة بمين؟ بالهاردوير. هنا لما اضغط على السويتش الخاص باليلو هنا هينور انديكيتور يلو على اللاب فيو والليد الصفراء على الهاردوير، ونفس النظام مع اللازم. ولما اضغط تاني طبعا او اشيل ايدي هتلقى هنا تطفي وهنا في الهاردوير تطفي. البروجكت سهل خالص وبسيط، تعال نشوف هنعمله ازاي. نفتح اللاب فيو عادي خالص، بعد كده اقول له فايل نيو في اي، بعد كده هنروح للبلوك دايجرام. طبعا هنكبرها تهمني البلوك دايجرام. اتفقنا ان احنا هنتعامل مع الاردوينو مديول، هنثبتها. هروح نعمل ايه؟ اتفقنا ان في كل برنامج لازم اجيب الانيت انيشاليزيشن واجيب الكلوز، دي بتبقى في اخر البرنامج. بعد كده انا اللي هبني الكود بايدي. اول حاجه 3 ليدز متوصلين على مين؟ على بنز. يبقى لازم البنز دي اول حاجه تتعرف كايه؟ كاوبن. رقم 2 هطلع قيمه اللي هو ديجيتال رايت 0 ولا 1. يبقى اول حاجه لازم اعمل initialization للثلاثة بين دول عن طريق set bin digital mode. انا اعرفهم input ولا output كديجيتال. اخد ثلاثة ورا بعض كده هنا لان عندي ثلاثة مين ليدز. كمان عندي ايه؟ اتفقنا ان احنا digital write، انا عايز اطلع قيمة على مين؟ على الليدات المتوصلين بالاردوينو. يبقى اقول له digital mean write bin، وعندي ثلاثة مين بن. ادي واحدة، ادي اتنين، ادي مين تلاتة. خلاص كده اعتقد الموضوع انتهى هنا. خلاص عايز اوصل الطريقة دي او اظبطهم الاول، بروح اعلم عليهم كلهم كده واجي هنا اجي في دي واقول له ايه. طبعا كلهم افقي، فانا اعلم الافقي اختار مين الترتيب بتاعي. هتلاقيهم عملهم كده في سطر مين واحد منظم زي ما انتوا شايفين، هتلاقيهم على نفس السطر. بعد كده مباشرة انا عايز اوصلهم كلهم مرة واحدة. بص كده، الطرف ده الاردوينو ريسورس، والطرف ده اردوينو ريسورس، والطرف ده اردوينو ريسورس، كلهم اللي فوق ده اردوينو ريسورس، والتحت ده الايرور. فانا عايز اوصلهم كلهم مره واحده، اعلم عليهم كده كنترول سبيس كنترول دبليو. هتلاقي اوصل كل الاردوينو ريسورس مع بعضه والايرور مع بعضه، كده وفرت في وقت التوصيل بطريقه فظيعه. نيجي بعد كده اتفقنا الانت عندنا دي لازم نطلع منها ايه؟ نطلع الفيزا ريسورس عشان يتعرف على الكم بتاع الاردوينو. اقول له كرييت كنترول، بعد كده هنا الريد بتاعي كرييت كونستانت لو انت عارفه هتخليه خلاص وتثبته، او كنترول لو اليوزر عايز يغيره. بعد كده اقول له ايه البورد تايب، طبعا اقول له ايه كرييت كونستانت برضو لو البورده بتاعتك مش هتتغير وتختارها اون اوميجا خلاص، يا اما لو انت عايز تغيرها في كل مره تقول له كنترول. بعد كده البايت باكت مش هنحتاجها. بعد كده مين الكونكشن بتاعنا هيبقى سيريال، ممكن ما تطلعهاش خلاص، او ممكن اقول له مين كونستانت لان انا مش هغير مين التوصيل بتاعي، هيبقى سيريال دايما. بعد كده نيجي في ايه في الاخر كده ده الايرور خلاص. طبعا لو انا عايز انظم دي اعلم عليها بس كده واقول له مين كلين، هتلاقي انظمها شويه. اروح اعمل ايه شيفت واسحبها لتحت كده نظم الشكل تمام. طبعا عندنا تلاتة بنز، أول بن دي رقم كام؟ 10. يبقى هنا اتفقنا الطرف ده ايه؟ رقم البن بتاعتي. أقول له كرييت كونستانت وليكن 10 هنا، أطلعها لفوق شوية كده. وبعد كده بيقول لي البن مود، حالة البن. أقول له كرييت كونستانت، أنا دايما عايز أعرفها مين؟ عايز أعرفها أوتبوت. ممكن أسحبها لتحت شوية كده. نيجي هنا دي البن رقم 10 اللي متوصل عليها الليد الحمراء. نيجي بعد كده كرييت كونستانت، بعد كده دي الليد او البن 11، اسحبها فوق شويه كده
ونيجي بعد كده هنا حالة البن مين هنعرفها كأوبوت برضو. نيجي هنا كده نوصل من نفس البتاع طرف الأوبوت لأنه هو مش هيتغير، كمان ده برضو هتبقى أوبوت لأنه متوصل عليها ليد، يبقى مش محتاج كل مرة أطلع كونستنت، هو كونستنت واحد كفاية. نيجي هنا كرييت وكونستنت وده رقم 12 نطلعها لفوق طبعا عشان أنا هحتاجها بعد كده. ده الجزء ده خاص بالانشيالايزيشن تمام. انا عايز اطلع على البن بتاعتي واحد او زيرو في كل مره، فالجزء الكود ده اللي هيتكرر، يبقى الجزء اللي هيتكرر ده، فانا هعمل ايه؟ هجيب هواي اللوب عشان انا هكرر فيها مين الكود بتاعي هنا اللي هو هنا، وطبعا ده اللوب كونديشن او اللوب كرييت كنترول، بحيث ان اللوب هيتنفذ على طول طول ما الشرط ده مش متحقق. اول ما اضغط كده الشرط اتحقق الوايل لوب تقف تنفيذها. طيب هنا ده الديجيتال انبوت اوتبوت بن بتاعتي، يعني احنا اتفقنا بن 10 دي ظبطناها كاوتبوت، هنا هيروح برضو انت عايز تطلع على قيمه، فبيقولك لازم تختار رقم البن الاول. نختار رقم البن بتاعتي، اتفقنا ان هي هتبقى كام؟ 10. بن كام؟ 10 دي هتبقى مين؟ اوتبوت، وعايز اطلع فيها عليها قيمه. اتفقنا ممكن نعمل ايه؟ كونستانت واحد هتطلع دايما شغال او زيرو هتفضل دايما طافيه. لا ده انا عايز اطلع مين؟ عايز عن طريق سويتش، يبقى فرونت بانل ده الحاجات اللي احنا جبناها طبعا، ده مين؟ السويتش بتاعنا اللي هو خاص بستوب بتاع وايل. بعد كده هروح بوليان واجيب له وخلينا سيلفر، نجيب بوليان نجيب مين؟ السويتش الاول خلاص اللي هو خاص بالريد، طبعا انا هكرره او ممكن اكبره الاول كده قبل ما اكرره. اجي هنا كنترول قوي كنترول في واجي اسحبه كده واقول ده خاص بمين؟ باليلو واي. كنترول في كمان حطه هنا كده واقول ده خاص بمين؟ البلو. ده اللي سويتشات عندي، كمان محتاج سيلفر بوليان، محتاج مين؟ ليد. ممكن برضو اكبرها واكتب هنا دي الريد، كنترول كوبي كنترول في، يبقى دي خاصة باليلو. اجي هنا كنترول في برضو دي خاصة بالبلو. كده انا عندي تلات سويتشات وتلات ليدات من في اللاب فيو. اتفقنا دي هتشتغل مين؟ مع الريد، يبقى بين 10 انت موصل عليها مين؟ الريد في الهاردوير. يبقى اجيب السويتش لمين؟ الريد، واجيب الليد اللي خاصة بمين؟ بالريد هنا كده. طبعا لما انا هضغط هوصل ده بوليان مع بوليان، اول ما هتضغط هنا هتلقى الليد اللي موجود على اللاب فيو نورت الخاصة بيه. طب انا محتاج ان البن تنور هنا، يبقى اعمل ايه؟ هوصل القيمة دي بدي، القيمة مختلفة طبعا هديني ايرور، فانا اعمل ايه؟ لازم احول البوليان، الكلام ده قلناه في الفيديو السابق، احول من بوليان لمين؟ لزيرو وان، يبقى اجي هنا كده اقول له ايه؟ احول ده للقيمة دي. لما اضغط هيبقى ترو، الترو هيتحول لواحد، يطلع الليد عندي واحد. لما اشيل ايدي او اضغط مره تانية هيطلع فولس، بعد كده يتحول لمين؟ لزيرو، يبقى البن يطلع عليها زيرو. الجزء اللي انا كررته مع البن الاولاني رقم 10 هكرره مع البن 11 و 12. طبعا دي البن 11 بتاعتنا، بدل ما انا اجيب كونستانت واعمله مباشره هنا، اجي هنا واوصل مين؟ واوصل من الكونستانت من بره، واجي هنا عندي اليلو اهي، وعندي اليلو بتاع الليد، هوصل السويتش بي دي، واجيب بوليان تو زيرو وان عشان احول من قيمه ترو فولس لزيرو وان عشان اقدر اعرضها على البن عندي اهو. نفس النظام هنا، اسحب السويتش ده واسحب الليد دي، هوصل دي بدي، دي خاصه باللاب فيو، لما اضغط هينور في اللاب فيو. ومنساش اجيب بوليان 201 هنا كده، واجي اوصل دي تحت هنا. طب والبن رقم البن هي رقمها كام؟ 12. 12 اللي هو كونستانت حطه انا بره، يا اما اجيب ايه؟ اقول له كرييت كونستانت واكتب 12. كده الكود انتهى بكل بساطه. هاجي اعمل رن، بس قبل ما تعمل رن هتظبط البودريت بتاعك، هتظبط الاردوينو بتاعتك ميجا بدل اونو، وهتختار
لما هتوصل الاردوينو بورد بتاعتك هتختار مين هنا، تختار الكم صح، وبعد كده هتعمل ران، وهتلاقي ال TX وال RX منورت معاك. لو ما نورتش احفظ البرنامج اللاب فيو، اقفله خالص وشيل البورده وشيل كل حاجه، ارجع تاني افتح اللاب فيو اللي انت حفظته. بعد ما تفتحه وصل الاردوينو بتاعك، بعد ما تفتح اللاب فيو وصل الاردوينو بتاعك، وما تنساش هتظبط ده ميجا وتختار الكم، هتلاقي اوتوماتيك هيطلع لك الكم هنا، وبعد كده تعمل ايه؟ تعمل ران. هنشوف الفيديو العملي دلوقتي، بس انا مظبط الواجهه شويه طبعا عن الشكل ده. دي الدايره العملية حضرات اللي عايزين ننفذها. عندنا 3 سويتشات و3 ليدات، كل سويتش هيتحكم في ليد عندنا، سواء الليد دي ممكن تبقى موتور او فان او فالف ايا كان. شوف كده مع بعض، لما اضغط على السويتش بتاع الخاص بالليد بتاعت الريد هنلقى الريد نورت ونورت في البورده كمان. هنضغط على السويتش الخاص باليلو هنلاقيها نورت هنا ونورت على البورده كمان هنا، وهنلقى كمان الازرق اهو في نفس الوقت. لو طفيت الازرق برضه هيطفي هنا وفي البورده، نفس النظام هنا اهو. طبعا كده انا بعمل كنترول من اللاب فيو. نيجي للبروجكت التاني، عندنا سويتش واحد بيعمل كنترول على 3 ليدز. اول ما اضغط عليه الريد هتنور، بعد 1 ثانية اليلو هتنور، بعد 1 ثانية هتنور مين؟ الزرق. مجرد اضغط عليه مرة تانية، اول حاجة هتطفي الريد 1 ثانية، بعد كده اليلو 1 ثانية، بعد كده البلو مين؟ 1 ثانية. تعال نشوف معانا البروجكت. البروجكت نفس النظام، نفس التوصيلة والانشاليزيشن، مش هنغير حاجة. هنا كان الموضوع لما تضغط كان ايه؟ كان يشغل دي، لما تضغط دي يشغل دي. انا محتاج ايه هنا؟ سويتش واحد. يبقى انا لسويتش واحد يبقى محتاج امسح ده، محتاج سويتش واحد، محتاج امسح ده. كنترول بي يمسح اي خط مقطوع. طيب اول حاجة ان انا عايز سيكونس، ان انا عايز انور الريد وبعد كده اليلو وبعد كده مين؟ البلو. في سيكونس هنا، في ترتيب. اللافيو مش بيشتغل سيكونس، بيشتغل بارل. فعشان انا اجيب حاجه تشغلني سيكونس بروح اعمل ايه؟ بقول له استراكشر، في حاجه اسمها مين؟ فلات سيكونس. ده بيخلي الكود يمشي سيريز او سيكونس. بروح انا اعمل ايه؟ حاططها هنا كده. طبعا انا عندي 3 حالات، فاقول له اد فريم افتر، رايت كليك عليه واد فريم افتر، ده الحاله الثانيه. بعد كده اد فريم افتر، هتلقى ايه؟ الكود اللي هيتكتب هنا هيتنفذ الاول، بعدها هيتنفذ الكود ده، بعدها هيتنفذ الكود ده، هيبقى فيه الموضوع هنا ايه؟ سيريز او سيكونس. طيب انا لما اضغط على السويتش ده خاص بالبن الريد فعايزها تنور، اعمل ايه؟ اروح انا ساحب دي جوه، يبقى انا هسحب دي جوه، بعد كده هينور مين؟ اليلو، هسحبها هنا جوه، بعد كده هينور مين؟ الريد، سوري، بعد كده هينور مين؟ البلو. الموضوع كالاتي، الريد دي ما هتبقى جوه هنا برضه، فبالتالي لما انا اضغط هيعمل ايه؟ هيروح ينور الريد وهيطلع البن دي مين؟ واحد، وادي اليلو هنا، وادي مين؟ البلو هنا. طبعا انا اعدت تنظيم الكود تاني مره تانيه. بصوا كده هتلاقي دي متوصله على البن 10، ودي على البن 11، ودي على البن 12. هنا السويتش في البدايه لما اضغط عليه هتلقى هيتحول لواحد، هيروح لقيمة مين؟ البن، يطلع على البن دي كام؟ واحد. وفي نفس الوقت القيمة دي هتروح للريد وتنور. يبقى كده أنا خلصت مين؟ الجزء الأولاني. الجزء التاني ده هيشتغل بعد الجزء الأول ما يخلص. طيب هنا القيمة دي أجيبها من فين؟ أجيبها من الحالة اللي قبل كده لما أضغط على السويتش اللي هي هنا، تمام؟ وحالة البن دي تيجي من الحالة اللي قبل كده برضه هنا كده، واليلو هتيجي من حالة الليد اللي قبل كده، ودي برضه قبل كده، لأن البرنامج بيمشي كده، لما دي تنور، بعدها دي تنور، بعدها دي تنور. اتفقنا؟ لو عملنا ردن كده واضغط هتلقى التلاتة بينوروا في نفس اللحظة. هما أي نعم اشتغلوا سيريز، بس المشكلة فين؟ المشكلة إن الزمن عندك صغير جدا، بيبقى بالنانو أو بالمايكرو، فأنت مش بتلاحظ إن هو شغال سيكونس، بتلاقيهم بينوروا مع بعض. أنا عايز زمن بين الجزء الأولاني من تنفيذ الكود والجزء الثاني من الكود. أجيبه إزاي؟ كليك يمين، في حاجة اسمها تايمينج، في حاجة اسمها مين؟ ويت،
واجيبها كده واقول له ايه واحد ثانيه، اقول له كرييت كونستانت واحد ثانيه اكتبها بالملي الف. طبعا الجزء ده انا هكرره هنا كوبي بيست بيست. هاجي هنا لما اضغط هتلاقي الجزء الاولاني هيتنفس هياخد واحد ثانيه، بعدها ينقل على الكود اللي بعده هيلقى ايه الريد كانت منوره من قبل كده هيروح ينور اليلو، وفي نفس الوقت السويتش الحاله اللي كانت قبل كده على السويتش مضغوط عمل ايه شغل مين شغل الديجيتال بن الثاني. بعد واحد ثانيه بعد ما ينتهي الزمن ده واحد ثانيه هيروح ينفذ الكود الثالث وهكذا. لما ارفع ايدي من على السويتش ايه اللي يحصل؟ هيبقى هنا زيرو، يبقى الليد دي تطفي ويروح على البن هنا زيرو. هتستنى واحد ثانيه، بعد واحد ثانيه هتلقى دي كانت زيرو قبل كده هيروح ياخد منها تبقى زيرو، والبن برضه هتاخد مين زيرو لان انت فاصل السويتش. وهي نفس النظام مع مين مع الحاله الثالثه، ويقعد البرنامج يتكرر وهكذا نفس النظام. ما ننساش هنظبط دول، وهتلقى ادي الثلاثه ليدز عندي وادي مين الكنترول. معنا هنا البروجكت الثاني، هنا عندي ثلاثه ليدز ممكن قلنا يبقى ليدز او موتورز او فان او تكييف اي كان العنصر الكهربي. عندي هنا سويتش بيعمل كنترول بحيث ان انا لما اضغط على السويتش ده الثلاثه ليدز هيشتغلوا ورا بعض سيكونس بفارق زمني واحد ثانية. لما اشيل ايدي من على السويتش هتلقى الليدز بتطفي بفارق زمني واحد ثانية. تعال كده نشغل، نضغط على السويتش هنلاقي الليد الحمراء نورت، بعد كده الصفراء، بعد كده الزرقاء بالترتيب بفارق واحد ثانية. هشيل السويتش هنلاقيهم طفوا برضو بالترتيب بفارق واحد ثانية. نجرب تاني، نشغل الحمراء هتشتغل واحد ثانية، بعد كده الصفراء واحد ثانية، بعد كده الزرقاء واحد ثانية. طبعا هنا في زمن تأخير في البداية بعد الضغط مش بتشتغل مباشرة أو بتطفي مباشرة، إن شاء الله الكلام ده هنحله قدام شوية، لكن إحنا بناخد برنامج ابتدائي دلوقتي. في تاسك هسيبولكم تعملوه، أنا لما كنت بضغط على الكنترول كانت الريد بتنور وفي نفس الوقت بتنور في الهاردوير، وبعد واحد ثانية تنور الصفراء والحمراء كانت ما زالت منورة، ولما أضغط كمان بعد واحد ثانية البلو تنور وهيبقوا ما زال الاتنين دول منورين. طب إيه رأيكم؟ أنا لما أضغط على الكنترول عايز الريد تنور، بعد واحد ثانية اليلو تنور والريد تطفي، بعد واحد ثانية البلو تنور واليلو تطفي، والكود يرجع يتكرر تاني وهكذا. أقول تاني التاسك، وعايز سكرين شوت من البرنامج اللي انت هتعمله في التعليقات أسفل الفيديو، إن أنا لما أضغط على السويتش ده الريد تنور، بعد واحد ثانية اليلو تنور وفي نفس الوقت يطفي الريد، بعد واحد ثانية البلو تنور ويطفي اليلو ويرجع تاني يكرر بعد كده الريد تنور والبلو تطفي وهكذا. تاني عايز سكرين شوت من البرنامج اللي انت هتعمله اسفل الفيديو للفرونت بانل والبلوك دايجرام، وهقول لك انت اشتغلت صح ولا غلط. طبعا في النهايه انا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش السبسكرايب عشان تشجعونا ان احنا نسجل فيديوهات جديده. شكرا جزيلا.